نتقدم باسم آيات الشكر والعرفان الى مقام صاحب السمو حاكم امارة الشارقة على رعايته لهذا المنتدى. في الحقيقة هذه النسخة العاشرة لاقت اقبال كبير من الحضور، ايضا المحتوى كان محتوى جدا جميل، جلسات متنوعة. ايضا وسائل الاعلام ولله الحمد من كل دول العالم تغطي هذا الحدث، نشكر كل من ساهم في انجاح هذا الحدث، نشكر ايضا كل من حضر، نشكر ايضا الدوائر والمؤسسات الحكوميه والمتحدثين، كل في الحقيقه كل من ساهم في هذا الحدث، ونشكر كذلك فريق العمل اللي في الحقيقه وصل الى مرحله احترافيه في تنظيم فعاليات دوليه مميزه.